قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآياتنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا الصنف من الناس قاصر النظر، لأنه قصر نظره على هذه الحياة وظن أنها هي مناط السعادة والحياة الطيبة بشهواتها ومتاعها، فأغري بها وقصر همته عليها، إما لأنه لا يؤمن بالآخرة، وإما أنه يؤمن بها ولكن شغلته الدنيا عن العمل لها. فالحاصل أن هذا خاسر وحياته تعسة مهما أوتي من الأموال والمتع والملذات، فإن هذا استدراج من الله ومتاع قليل، ثم يعقبه حسرة دائمة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المتقين، كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع حتى يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان يجاهد في سبيل الله ويجالد ويتعرض للأخطار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد هذه الدنيا لا أعطاه الله إياها، فالله عرض عليه أن يجعله ملكا رسولا كداود عليه السلام وسليمان عليهم السلام ملكا رسولا، أو أن يجعله رسولا ولا يكون ملكا، فاختار أن يكون رسولا وقال: أجوع يوما وأشبع يوما. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الدنيا متاع زائل وغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مهما أوتي الإنسان منها فإنه إما أن يزول ويتركها وإما أن تزول وتتركه. إنما الحياة الباقية والحياة الطيبة الحياة الدائمة هي الدار الآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا له وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون.